أهلا بكم. منذ العام 2003 وقوى العملية السياسية تجتر الأحاديث السياسية والإعلامية عن مؤامرة دولية تستهدفهم ونظامهم السياسي الطائفي الفاسد، وفي كل مرة تواجه هذه القوى الغضب الشعبي تستدعي نظرية المؤامرة وتبدأ بكيل التهم لكل صوت شعبي ووطني مناهض لها بالعمالة للخارج والتورط بمؤامرة دولية وإقليمية ضد النظام، حيث هاجمت مثلا آلة الميليشيات الإعلامية ثورة تشرين واتهمتها بأنها مخطط خارجي ومؤامرة كونية لتقويض النظام الديمقراطي على حد قوله. ويقول الناشطون أن النظام السياسي بعد العام 2003 في الحقيقة تحكمه قوى وميليشيات تملك المال والسلاح، وبسبب فشلها وعجزها عن إيقاف الأوضاع المتردية تلجأ في كل مرة هذه القوى لترويع المناهضين لها وتخويفهم واتهامهم بالمؤامرة والعمالة للخارج. ويقول المراقبون أن كوارث ما بعد العام 2003 لا يمكن معالجتها إلا بتغيير المنظومة السياسية بالكامل، وإن إطلاق الطبقة السياسية عبارات التخوين والعمالة واستحضار نظرية وسردية المؤامرة لن ينقذها من المسؤولية الكاملة عما أوصلت إليه العراق إلى هذه النقطة من الحظ. طبعا أحاديث قوى العملية السياسية عن المؤامرة الدولية المكررة والمجترة التي تستهدف نظامهم الطائفي الفاسد هو الذي سنبحثه في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار، وسنطرح فيها الأسئلة التالية: لماذا عادت قوى العملية السياسية الفاسدة للحديث عن مؤامرة دولية وإقليمية تستهدفهم وتتربص بنظامهم الطائفي الفاسد؟ وهل اجترار تهم التخوين والعمالة للخارج للمناهضين وتسويق نظرية المؤامرة الدولية ستنقذ العملية السياسية وقواها الطائفية من مسؤولية إيصال العراق إلى نقطة الحضيض؟ ألم يكن النظام السياسي القائم أصلا نتيجة أكبر مؤامرة دولية وإقليمية ضد العراق عام 2003؟ ثم السؤال الأعظم: لماذا تريد القوى الدولية والإقليمية إسقاط هذا النظام الطائفي وهي التي صنعته ورعته وقدمت له وما زالت الدعم الكامل؟ ضيفة الطاولة رافع الفلاحي ظافر الشمري. نحو 21 سنة من الفشل السياسي في العراق على كافة الأصعدة، وما زالت أحزاب العملية السياسية وقادتها يتحدثون عن فرص الإصلاح، وفي كل مرة يفشلون بها يتذرعون بوجود مؤامرة تعرقل خططهم التنموية، وكأن هذه المؤامرة هي من دفعتهم إلى السرقة ونهب ثروات البلاد وإشاعة الفساد الإداري في كل مؤسسات الدولة. فإذا كان الفشل أمنياً سارع قادة العملية السياسية إلى اتهام أطراف أخرى بزعزعة أمن العراق واستقراره دون التطرق إلى دور إيران التخريبي، وإذا كان الفشل سياسياً اتهموا أطرافاً على هامش الصراع الحزبي، وكذلك عندما يكون الفشل اقتصادياً تتهم أطراف أخرى دون أن يعترف قادة الأحزاب بفشلهم، بل بعضهم يتهم الشعب العراقي بأنه هو من يعرقل خطط الحكومة عبر تظاهراته واحتجاجاته. الفشل الذريع في حكم البلاد هو من دفع هادي العامري لاستدعاء التاريخ عند حديثه عن مؤامرة تستهدف خططهم التنموية لأسباب تاريخية. لم يسمحوا لنا أن نقدم الخدمات لأهلنا في هذه المحافظات، سواء في ميسان أو ذي قار أو المثنى أو البصرة أو الناصرية أو جنوبها أو البصرة، لم يسمحوا لنا لأننا من أتباع علي وشيعة علي. وعلى نفس السياق وبحديث لا يخلو من استحضار نظرية المؤامرة بلمسة طائفية، يقول مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي إن المخدرات تستهدف مناطق عراقية محددة خصوصا في محافظات الوسط والجنوب، وأنا أعتبر هذا عملية استهداف لمن كان يرفض الحشد الشعبي بأبطاله في مواجهة تنظيم داعش الإرهابي. وإذا كان انتشار المخدرات في المناطق التي ذكرها الأعرجي مؤامرة عليهم، فهذا يعني بأن إيران هي من تدبر هذه المؤامرة، حيث أقر قائد شرطة البصرة سابقا رشيد فليح أن 80% من المخدرات في البصرة تأتي من إيران. وكذلك المحافظ السابق من التيار الصدري لمحافظة ميسان علي دواي أكد أن المخدرات التي تدخل المحافظة تأتي من إيران. هذه المخدرات أنه تأتي
من خلال الحدود العراقية الإيرانية، وهذا تحدثنا به وطالبنا. قادة العملية السياسية الذين يتذرعون بالمؤامرة لتبرير فشلهم هم أنفسهم من جاء لحكم البلاد عبر أكبر مؤامرة عالمية عرفها العراق في التاريخ الحديث، وخلفت غزوا همجيا كان من مخلفاته العملية السياسية الحالية. أهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من برنامج طاولة حوار، والتي ستبحث في الأحاديث المجترة والمكررة لقوى العملية السياسية وزعماء الميليشيات عن المؤامرة الدولية والإقليمية التي تستهدف نظامهم الطائفي الفاسد. ضيفاء الطاولة الدكتور رافع الفلاحي، وسيكون معنا عبر سكايب من مدينة سيدني في أستراليا الخبير في مجال مكافحة الإرهاب الأستاذ ظافر الشمري. أهلا وسهلا بالضيفين الكريمين، حياكم الله. دكتور رافع حديث مكرر من قوى العملية السياسية لم يتوقف منذ عام 2003 عن مؤامرة كونية تستهدف النظام، عن مؤامرة دولية، عن أجندات خارجية، مع كل صوت معارض حراك شعبي ضد النظام تستدعى سردية المؤامرة والعمالة للخارج والجوكرية وما لذلك، وكان طبعا تصاعدت في تظاهرات تشرين. ابتداء نريد أن نعرف المؤامرة، مفهوم المؤامرة، شكل المؤامرة، من هم المتآمرون الذين يستحقون وصف أنهم متآمرون. بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك أستاذ ماجد وحيي ضيفك الكريم أستاذ ظافر. أهلا وسهلا. حقيقة المؤامرة في تعريفاتها أنها أي فعل سيء وفعل مرفوض وفعل غير قانوني غير شرعي تقوم بمجموعة، حكومة، منظمة، أي الكان، المهم هو فعل يعني غير مشروع وغير قانوني. وتفسيرات حتى في قانون العلاقات الدولية لا يوجد تفسير للمؤامرة، مو موجود المؤامرة، يعني هذا التفسير الدارج هذا غير موجود، يعني ماكو شيء اسمه مؤامرة، لكن هكذا تعارفوا عليها وهكذا يتكلمون بها. ودائما من يتكلم بالمؤامرة يريد أن يبرر فشل معين، عجز معين، سقوط معين، يريد أن يبرره بوجود المؤامرة. ذلك كل الأحاديث حتى اللي سمعناها في التقرير اللي عرضته حضرتكم يؤيد هذه القضية. هناك فشل، هناك عجز، هناك تخاذل، هناك وعود كاذبة، يريدون أن يبرروا هذه الوعود بأن هناك مؤامرة. والمهم في هذه القضية أن مستوى المؤامرة أو المؤامرة نفسها وجودها وانتشارها يتناسب طرديا مع مستويات الجهل. عندما يكون مرتفع الجهل، فوضى موجودة مرتفعة تناسب طرديا معها، كلما انتشرت المؤامرة تستطيع أن تنتشر في أجواء أو في بيئة جاهلة، في بيئة فوضوية غير مترابطة، هذا يجعلها لهذه النظرية الحديث عنها مقبول عند كثيرين. لذلك عندما يعني من بعد 2003 لحد الآن عندما نتحدث عن مستويات الجهل والأمية في العراق، ونتحدث عن 10 ملايين لا يقرؤون ولا يكتبون، وهناك تجهيل للمجتمع، هناك محاولة لتوسيع مساحة الجهل، هذا كله لم يأت اعتباطا. هذا لكي تمرر سياسات ويقبل بها هذا الجمهور الواسع من الجهلة، وهذا الجمهور الواسع من الجهلة يرتبطون به كثيرين، وبعد ذلك يكون الرأي العام لهم جميعا. فبالتالي تمر هذه القضايا ومر كل الأشياء التي الخرافات، الكلام، الأحاديث. وعموما عندما كنا صغارا وحتى قبلنا الأجيال قبلنا كنا نتعارف أن المؤامرة تحوك الدول الاستعمارية الكبرى على الدول الفقيرة والدول. أما أن يتحدث نظام أو سلطة جاءت بها هي القوى الاستعمارية. سنتحدث عن هذه القضية. نعم. أنه هذه الحقيقة السلطة هي نتيجة يعني مؤامرة كبيرة تعرض لها العراق عام 2003. مساء الخير أستاذ ظافر. مساء الخيرات عزيز أستاذ ماجد، رمضان كريم عليكم وعلى مشاهديكم، وتحية طيبة لكم ولضيفكم الكريم الأخ دكتور رافع. مبارك إن شاء الله رمضان. هل تلحظ أنت مراقب وعراقي، تلحظ أن ثمة مؤامرة إقليمية أو دولية فعلا موجودة تهدد العراق،
تهدد وحدته كما تقول قوى العملية السياسية، تهدد النظام الديمقراطي بين يعني قوسين، لأنه هذا الحديث من قطع يتكرر منذ العام 2003. هناك مؤامرة تستهدف النظام الديمقراطي والعراق وحتى واستقراره وازدهاره وتقدمه وما إلى ذلك. هل ثمة مؤامرة أو ملامح مؤامرة أو مؤشرات على مؤامرة؟ يعني خلينا نتفق على تعريف المؤامرة. تفضل. نعم. رافع وسرعة. أنا عندي تعريف يعني نتداوله. نعم. المؤامرة هي عمل سري يهدف إلى إسقاط أشخاص، إسقاط أو إزاحة أشخاص أو مؤسسات أو أنظمة أو مشاريع، قد تكون هذه المشاريع هسه مشاريع عسكرية وكذا، من أجل الهدف يبقى النهائي هو يعني أن يتسبب ضرر في الجهة المستهدفة. نعم. ليس بالضرورة أن يعود بالنفع على المتآمر يعني. وطبعا تعريف الآن نجي إلى من هو المتآمر. هناك يعني مثل تعريف الإرهاب، البعض يقول هذه عمليات إرهابية والبعض الآخر يسميها حق الدفاع عن النفس أو مقاومة مشروعة. إذن يختلف التعريف باختلاف الجهة التي تتبنى. هل توجد مؤامرة في العراق؟ هل توجد مؤامرة للإطاحة بالنظام السياسي؟ هل يوجد عمل سري يحاك من أجل يعني إنهاء المشاريع، إبقائها، الإخلال بها، سواء مشاريع تنموية، اقتصادية، تعليمية، صحية إلى آخره؟ هل توجد مؤامرة؟ إذا ما اتجهنا إلى أن المؤامرة هي عمل سري ويهدف إلى إسقاط مشاريع، نعم أنا أقول هناك مؤامرة، لكن المؤمن هي الجهات التي تتآمر، ما هي دوافعها. يعني أنا مطلع على أن معظم المشاريع في وسط وجنوب العراق فشلت بسبب الصراع بين الأحزاب التي تمتلك القوة والسلطة والمال والميليشيات على نسب الأرباح أو على توزيع الثروات أو على توزيع المناصب، وبالتالي مؤامرتهم ليس لإسقاط نظامهم من يعني فيما بينهم، وإنما للحصول، هدفهم الحصول على أكبر عوائد مالية وسلطوية ومن ثم شعبية ليتحكموا ويبقوا في السلطة. يعني لا أتصور أن هناك في الداخل من هذه المجاميع التي تدعي وتكرر أنها متآمر عليها يعني هذه الجهات، أن هناك جهات خارجية مثل ما يقولون. لا، هي جهات، أنا في نظري جهات داخلية. أنا مطلع على كثير من المشاريع التي يعني خاصة الكهرباء في الجنوب في الأوقات في السنين الماضية، وأيضا يعني المؤامرة بينية داخلية بين قوى العملية السياسية على النفوذ والسلطة والمصالح. بالتأكيد. ولذلك هم أستاذ ماجد لا يعني هم احنا نشهد هذه الايام صراع شديد، لكن هم بياناتهم ما يقولون انه هذه نعم. مؤامره داخليه بياناتنا، فوين يرموها؟ لازم يرموها على الطرف الاخر، لان اذا يرموها عليهم معناها راح يصير صراع داخلي وبالتالي يسقط نظامهم، وهو هذا الذي يعني ما يريدوا هم. انا برايي هم متحالفين. احيانا يعني هناك في علم النفس يسموه ريفيرس سايكولوجي أو علم النفس العكسي، هو كيف تؤثر على الشعب، على القوة، على الأرضية التي تستمد منها القوة. يجب خلق عدو داخلي، شيطان. هذه الفكرة أو هذا المفهوم أسس له فيلسوف ألماني يهودي الأصل أمريكي الجنسية اسمه ليو شتراوس. قال يعني يجب أن نخلق شيطان من أجل أن ندفع الناس إلى الإيمان. ف
فهنا حتى لو هذا الشيطان ما موجود يجب خلقه. هم يخلقون مو شيطان واحد، يخلقون عدة شياطين لكي يؤثروا على هذه الأرضية الشعبية التي مع الأسف بقيت في مستنقع كبير من الجهل. يعني بالعكس، بل زاد هذا المستنقع عمقا وزاد خطورة. احنا اذا تتذكر استاذ ماجد في اول حلقة كانت لي معكم قبل يمكن اكثر من 4 سنوات تحدثنا عن عسكرة المجتمع. نعم. وملشنة المجتمع. نعم. وهذه الامور تساعد في تحشيد الطبقة الفقيرة والطبقة التي تتمنى وتنتظر وصول المخلص. المخلص من هو؟ إذن هم يجب أن يظهرون بصورة المخلص وبأنهم المدافعون عن المخلص، وبالتالي عليهم أن يخلقوا شياطين وهمية ويؤسسوا لها. مثلا فاقر الزبيدي تحدث مرة عن أن هناك مؤامرة حاكم ضد المالكي وأنه كان مشاركا في هذه المؤامرة وذهب، وأنه المؤامرة ماذا كانت؟ هل كانت المؤامرة لإسقاط حزب الدعوة مثلا؟ هل كانت المؤامرة لتغيير النظام السياسي؟ أم هي كانت مؤامرة تستهدف المالكي؟ شوف هنا من حكينا على علم النفس العكسي، هذا المفهوم يجب أن يخلق ويجب أن يطلع للإعلام. لكن الزبيدي وقع في الحفرة التي حفرها حين قال نعم نحن تآمرنا لكن المالكي هو الأفضل والأحق. شوف هنا كيفية التلاعب بمشاعر. نعم. وتوجيه، احنا نسميه controlling people behavior، يعني كيفية السيطرة على مشاعر وتصرفات الناس وتوجيههم بالاتجاه الذي يخدم بقائهم في السلطة. نعم، أشكرك دكتور رافع. الحديث الحقيقة مكرر عن المؤامرة، أنه استهداف العراق وحتى مؤامرة إقليمية ودولية وما إلى ذلك. سؤالي من شقين: هل نجحت قوى العملية السياسية في ترسيخ سردية المؤامرة في نظر المجتمع العراقي، وبالتالي وصلت إلى كسب هذا المجتمع ليصطف خلفها للتصدي للمؤامرة، وإبعاد الانتباه أو تأجيل عملية المطالبة بإصلاح الوضع المتردي موجود في العراق وهذا الانهيار على كل المستويات؟ هذه القوى نجحت أنه الآن الأولوية للتصدي للمؤامرة، نؤجل الحديث عن مطالب الإصلاح وإيقاف هذا التدهور، نجحت، استطاعت 20 سنة وتتحدث عن المؤامرة. أستاذ ماجد، لو كانت نجحت لما قامت عليها تظاهرات وثورات كثيرة وأبرزها ثورة تشرين في عام 2019 من شباب صغار كانوا يطالبون بالوطن؟ لو كانت نجحت هذه الفكرة، حتى هذا اتهموها أنها مؤامرة، المؤامرة واعتبروها مؤامرة أيضا. نعم. أولاد السفارات. نعم. والجوكرية وما الجوكرية والكلام. لو كانت نجحت ما كان الشعب، لكن هم يحاولون الحقيقة جزء من عدها. أنت يعني بالتفكير الطبيعي المنطقي عندما يزداد الجهل تزداد الأمية، أنت الغاية من وراء ذلك تعطيل العقل. وعندما تنتشر المخدرات واللي يعتبروها، يعني في التقرير اللي عرضتوه يتحدث نقلا عن حديث قاسم العرجي. نعم، قاسم العرجي عن مؤامرة للجنوب لإغراق الجنوب بالمخدرات، والمخدرات أيضا تعطل العقل. فالتجهيل والأمية تعطل العقل، والمخدرات أيضا تعطل العقل. هذه جزء من محاولات لجعل الشعب الغالبية العظمى أو الرأي العام يتقبل كل شيء، يتقبل الخرافات، يتقبل الحديث عن مؤامرة، يتقبل حديث هادي العامري أنه إحنا ما بنينا لأنه إحنا أتباع الإمام علي، محاربون لأننا أتباع الإمام علي. نعم. وهذا الكلام في نفس الوقت أكو تناقض بالواقع. في ثورة تشرين الشباب كله شيعي، وهذه المحافظات اللي تحدث عنها ويقصدها شيعية، ثاروا على كل الأحزاب وحرقوا مقراتها وحرقوا مقرات الميليشيات، هذا واقع الحال، ورفضوهم وقالوا لهم مريدكم وقتلوهم أيضا، ضربوهم بالرصاص. فإذا قضية التآمر هم أساسا
بداية يجب أن نعود إلى الجذور، هل هي هذه السلطات التي جاءت في العراق منذ عام 2003 لحد الآن، هل كان مطلوب من عدها أن تبني بلداً؟ يعني هل البرنامج الموضوع أمريكياً وبعدين دخلت بإيران أو كانت داخلة بي من البداية؟ هل هو كان لبناء العراق وازدهار العراق وتطوير العراق وبناء نموذج جديد مثل ما قال الأمريكان، يعني ينظر له العالم كله ويتعجب بهذا النموذج؟ هل كان هذا الموضوع؟ أبداً. 21 سنة الآن، يعني جاوزنا 20 سنة، أثبتت أنه هؤلاء لم يأتوا لكي يبنوا نموذج، لا جاءوا لتخريب العراق، لإضعاف العراق، وكل الأحداث التي حصلت كان فيها استهداف للعراق والعراقيين لإضعافهم، إضعاف هذا المجتمع بفكرة الطائفية والثقافة الطائفية، بالمخدرات، بالفساد، بالخراب، بالمشاريع الوهمية. هذا كله هو يعني هم أقطاب المؤامرة، هم المتآمرون. هذا ما أريد أن أقوله، هذا ما أريد أن أصله، أنه هؤلاء هم الذين تآمروا على الشعب. هي المؤامرة إذا كانت موجودة بالفكر الذي هذه المجموعة السرية التي اتفقت فيما بينها على شيء غير قانوني وغير شرعي، هم هؤلاء، لأنه أوصلوا البلد إلى أن يخسر نحو 2 تريليون دولار من كهرباء بعد 20 سنة، بعد 21 سنة صارفين عليها هم يقولون 100 مليار دولار، والكهرباء غير موجودة، ما تجي 17-16 ساعة تنقطع من الناس. هذا شيء يدل ناس انغنت، ناس ثراء فاحش، مصيبة، البلد في أسوأ حالاته، لا بي صناعة، لا بي زراعة، لا بي تجارة، لا بي كل شيء، موارد النفط تأتي، واقتصاد أحادي ليس إلا النفط، وموارد تأتي وتذهب للفساد، وتذهب إلى رواتب لناس، مجموعة من الناس حتى يشترون أصواتهم ليس أكثر. 8 ملايين 9 ملايين موظف في بلد لا يحتاج يعني 10% من هذا العدد، كيف يمكن أن تتصرف بهذا؟ هذا كله مؤامرة، أو هذا المؤامرة، هذا فكر المؤامرة. أما أن يعكسون القضية، يريدون أن يزيدوا الجهل، يريدون أن يعطلوا العقول بالحديث عن مؤامرة، هذا جزء من أولاً من فشلهم، لأنهم مجموعة من الفاشلين، اثنين لأنهم يريدون يسوقون الأوهام، ثالثاً لأنه عاجزين أن يفعلوا شيئاً، سواء هذا العجز ذاتي، سواء بأوامر خارجية، ما أعرف مين، أنه أنتم لا تبنون. وواقع الحال يثبت أن العراق خلال 20 سنة هناك أمر بعدم البناء، لا يجب أن لا ينهض العراق، يبقى ضعيف ويبقى مخرب ويبقى بل بالتخريب، يبقى هذا واقع الحال. عندما يزداد الفساد، عندما تزداد المخدر، بلد ما بي مخدرات، بلد نظيف من المخدرات ومعروف بشهادة العالم كله، عندما يتحول إلى مصدر لتجارة المخدرات، لزراعة المخدرات، لصناعة المخدرات، هذا ماذا يعني؟ نعم. بلد ما بي أمية، عندما تصبح 10 ملايين من عند أمية، ماذا يعني هذا؟ هذا كله جزء من حتى المتعلمين أميين، هذا جزء من هذه القضية. فأنت بالتالي أمام نموذج الحقيقة غريب، عجيب، شاذ، يريدون أن يتحدثوا عنه ويقنعوا الآخرين أنه إحنا خلال 20 سنة، لأن 20 سنة نحن أمام فكرة هم لم يدركوها. إحنا بال20 سنة هذه تطورت وسائل التواصل، تطورت وسائل الاتصال بالعالم، المواطن في أقصى العالم يطلع على ما يحدث في أقصى العالم، نعم، بالثانية الواحدة، بجهاز صغير بيده يفتح ويشوف العالم كله. فالناس في العراق ما عادوا منغلقين، ما عادوا لا يعرفون. أشكرك. الآن نماذج العالم كلها أمامهم، يريدون يتماثلون مثلها، يشوفون مثلها، يصير بلدهم مثلها. هذا جزء من تسويق المؤامرة، صعب تسويقها، وتسويق هذا الفكر والوهم صعب الآن جداً. بالاستئذان من الضيفين الكريمين ومن المشاهدين الكرام أيضا، نتوقف عند هذا الفاصل القصير، ثم نعود لإكمال النقاش في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار. من الأرض المباركة التي تعج بالأحداث والقضايا، من شعبها المتوشح بالعزيمة والإصرار، من شهدائها وأسراها وجرحاها، من قدسها وأقصاها الراسخين في وجدان الأمة، نأتيكم في برنامج من فلسطين، عينكم على الأرض المحتلة.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من برنامج طاولة حوار. تبحث الحلقة في الأحاديث قوى العملية السياسية المكررة عن مؤامرة دولية تستهدف النظام الطائفي الفاسد. ضيفاء الطاولة الدكتور رافع الفلاحي والأستاذ ظافر الشملي. أستاذ ظافر، قد يقول عراقي وهو يستمع إلى أحاديث المالكي، العامري، قيس الخزعلي، الحلبوسي عن المؤامرة التي تستهدف هذا النظام، نظام الديمقراطي، واتهام المعترضين أو المناهضين من الشعب العراقي بالعمالة، بالأجندة للخارج، بأنهم جوكرية وما إلى ذلك. السؤال، هل يحق لهؤلاء وهم الذين قضوا كل حياتهم في الخندق الآخر ضد العراق، سواء مع إيران أو مع في مشروع الاحتلال الأمريكي عام 2003 مع يعني إدارة بوش واليمين الصهيوني، أن يحاضروا على الناس بالوطنية، أن يتهموا الآخرين العراقيين بالعمالة للخارج؟ يعني هذا الحقيقة ينطبق علي المثل، يقول رمتني بدائها وانسلت. طبعا فعلا صحيح، هم تربوا في حضن الأجنبي، تربوا في أحضان أكثر من حضن الأجنبي، يعني تناقلوا بين إيران والولايات المتحدة. يعني هاي شلون عيون قوية يفوت بعينك ويقول لك أنت عميل؟ اي بعد هاي مو هي، هذه هي نظريه المؤامره. بس مع الاسف هذه حتى نظريتهم تنجح لازم عندهم ادوات. فالادوات احنا نعرف انه هناك من يروج لهذه من خلال زبابيك، ما اعرف ايش من هذول، وايضا من خلال حسابات هم يخلقوها في وسائل التواصل الاجتماعي لتهاجم الشيعة. يعني صحيح هناك حسابات أخرى طائفية متطرفة بعدها، نعم، لكن أغلبها هي هم من يصنعوها. مرة ثانية نتحدث عن علم النفس العكسي، الريفيرس سايكولوجي، يخلق هذه الحسابات حتى تهاجم، حتى يقولون شوفوا هاجمونا. مع الأسف هناك بعض أيضا، طبعا تقرير إخباري مسرب أن حكومة السودان تصرف أعتقد 650 مليون دولار بالشهر أو بالسنة على الحسابات والصفحات الإلكترونية والمهمية واللجان والذباب الإلكتروني والمالكي والإطار بصورة عامة. يعني نعم، ليس فقط السوداني، نعم، كلهم هم يعني يستخدمون هذا الأمر، وبالتالي من أجل أن يثبتوا نظرية المؤامرة حتى يقولون لهؤلاء شوفوا هذول شلون يهاجموكم، شلون يهاجمون عقيدتكم، شلون يهاجمون شعائركم، شوفوا إحنا شلون نتصدى لهم، حتى يخلي فد موضوعية. مع الأسف الإعلام العراقي أو المثقفين العراقيين الوطنيين العراقيين لم ينتبهوا إلى هذه النقطة، وبالتالي فشلوا في تشكيل معارضة ذات صوت إعلامي ممكن أن يفضح كما تفعلون الآن. يعني حضراتكم في فضح مثل هذه شكراً على حسن الظن. فمثل هذه السلوكيات، بالتالي يقع القاعدة الشعبية تقع في المجهول، في لأنها لا تعرف. يعني ليس كل واحد حتى وإن مسك جهاز ودخل على وسائل التواصل وما عنده ذاك الوعي ليفتهم خطورة ما تفعله هذه الأحزاب وهذا العمليات، وشلون يوجهوهم، وشلون يوجهون عقولهم، وشلون يسيطرون عليهم من خلال خلق شياطين تهاجمهم. وبالتالي إحنا يعني مع الأسف أنه معارضة عراقية واحدة تمتلك صوت واحد ما قدرت تستقطب عراقية وطنية غير طائفية غير عرقية، تستقطب المعارضين من جميع الجهات. يعني هذه مشكلة، ماكو مشروع. احنا نريد نسقط النظام، الجميع يقول نريد نسقط النظام، لكن الجميع أيضا يتساءل إذا أسقطنا هذا النظام هل سندخل في حمام دم آخر من الحروب الطائفية؟ وهذه نقطة، خليني أنقل لك وجهة نظر قوى العملية السياسية. الآن أنا راح أصير
محامي الشيطان ودافع أو أنقل وجهة نظرهم ودافع عنهم. كل قوى العملية السياسية تقول مع كل حراك شعبي ومنها تشرين تقول نحن مع مطالب المتظاهرين بالإصلاح، بالتصدي للفساد، بالتصدي للمحاصصة الطائفية، بحصر السلاح بيد الدولة، بكبح جماح الميليشيات. نحن مع المطالب، مع مطالب المتظاهرين، لكن الخوف من أن تتحول هذه الحركات إلى فوضى، إلى قيادة العراق أو الدفع به نحو المجهول، والكل متربص بالعراق إقليميا ودوليا. القوى العملية السياسية تقول هذا الذي نرفضه وسنتصدى له، أما المطالب والحراك الشعبي ضمن السقف الوطني بين القوسين فهو مقبول ومدعوم ومؤازر. تعتقد تشرين أستاذ ماجد طلبت بتغيير النظام، مو إصلاح النظام الفاسد، لا يصلح. تشرين طالبت بإصلاح النظام، ولذلك يقولون لا نريد أن ندخل في متاهة، في متاهة جديدة وفي مجهول وفي فوضى لا تعرف نهايتها. نعم، لأنه ماكو، وطبعا هذه نقطة في صالحهم، سيف في يدهم، لأنه ما هو العراقي يتساءل ما هو البديل، وخاصة القاعدة. احنا اكو جهة معارضة واكو جهة يعني اللي تصير بالوسط هذه، واكو جهة مع، اكو جهة ضد، واكو جهة بالوسط ما مقررة. الوطنيين يجب ان يعملوا على هذه الجهة، نعم، التي هي في الوسط، التي يعني يتملكها الخوف من المجهول. هل نستطيع أن نكسب هؤلاء؟ هم يخوفوهم، إحنا جماعة الإمام علي، إحنا ما يردونا، إحنا ما يردونا. وإذا أكو هناك جهات تهاجمهم بسبب عقيدتهم أو بسبب شعائرهم أو بسبب كذا، هذا بالتالي راح يدوس بريك، راح يلزم. شلون أنا أروح هناك؟ احنا ما عندنا المشكلة عدم وضوح الخطاب المعارض الوطني الجامع الذي يستطيع ان يعني يحتوي كل هؤلاء. يابا احنا عراقيين، يابا انسوا مسائل هسه المذهب والطائفة والعرق، وانسوها، احنا عندنا مصيبة، احنا يجب ان نتوجه كل احنا ايد وحدة. هذا العراق متنوع، لازم نقبل بتنوعنا. مع الاسف ماكو، فاحنا دعينا الى تاسيس كيان تجمع، يمكن من اوائل من دعا الى هذا الموضوع اني، بس ماكو صوت ممكن ان يتجه هذا الاتجاه. احنا ليش من نحاربهم بنفس اسلوبهم؟ اذا هو قاعد يستخدم هذا القلم، ليش ما اني اكسر هذا القلم حتى ما يستخدمه؟ شلون اقدر اني انزع الخوف من القواعد الشعبية اللي طلعت ضد هذا النظام وهذه المنظومة؟ شلون أقدر أقولهم يابا إذا تغير النظام ماكو راح تصير تفرقة، ما راح نحاربكم على أساس طائفة وعرق ومذهب؟ يعني هم ما بقوا أحد معادوا، قالوا أربيل، وقالوا تركيا، وقالوا السعودية، وقالوا سوريا، وقالوا قطر، وقالوا الكويت. يعني ما بقوا أحد عدا إيران، طبعا ما بقوا أحد ما قالوا هو يتآمر علينا أو هو ضدنا. وهذولا بس يجون راح ينهون أتباع الإمام علي، وراح ينهون أتباع أهل البيت، وراح ينهون. هذا الخطاب اللي هم يستخدموه، ماكو جهة قدرت أن تدرس وتفهم أموره وعقده وتوجه خطابها لتطمين هؤلاء بأن في تغيير النظام. بالعكس، سيكون بعد ما رح يصيرون ميليشيات، بعد ماكو مخدرات، نعم، بعد ماكو فساد، بعد ماكو، لأنه رح الأفضل من سيكون مو على أساس العرق والطائفة واللون والمذهب والجنس، نعم، رح يكون الأفضل الأكفأ في مجال الوظيفة، وليس وأنه عراقي يعني خالص، وأنه عراقي خالص. أشكرك دكتور رافع. عراقيون خالص، يعني مشكلة ماكو هذا الخطاب، نعم، هناك يعني دفع، هناك أكو رد فعل بالدفاع عن يعني من هذا دا يقول الإمام علي، جاء أنا أقول له أنا
اصير انا ويا 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 كذا، انا ويا كذا ويا كذا. هذا طبعا يستخدم هذا الخطاب طبعا. زين انا ليش اخليه يمسك بهاي الورقه؟ نعم. ليش ما اسحب هاي الورقه من ايده؟ ليش ما يعني هاي قواعد الشعبيه ليش ما افهمها انه انا اذا اجي اغير ما عندي سيف واقطع رقبهم؟ بالعكس هم يكونون حالهم من حالي والشعب يختار نظام. هذا الخطاب مع الاسف مفقود. ليش مفقود؟ لانه من يمتلك القوه الاعلاميه وليس الاعلام تمام. القوه الاعلاميه هي الجهات المستفيده نعم. من النظام ومن بقائه وصوت اعلى حتى وان كانت طوائفهم متضرره. يعني مثلا السنه كما هم الشيعه هناك جهات تقولهم احنا نحارب من اجلكم، لكن بالحقيقه هم يحاربون من اجل جيوبهم، يحاربون من اجل املاكهم نعم. يحاربون مو من اجل حتى عشائرهم ومناطقهم. يعني هو هذا المشكله ماكو فد جهد. اشكرك يعني واضح والله واضح واضح ممنون جدا. هذا الغشاء عن عيون. اشكرك واضح. شكرا استاذ ظافر. دكتور الطبقه السياسيه عندما تتهم المناهضين لها حراك شعبي حراك وطني قوى وطنية تتهمهم بالعمالة والخيانة والارتهان للأجندات الخارجية وتطالبهم بالعودة إلى الصف الوطني إلى الخندق الوطني إلى حضن الوطن، السؤال الكبير هذه الطبقة السياسية هل هي في الصف الوطني أصلا؟ هل هي في الخندق الوطني حتى تطلق نداء لمن يطالب بالإصلاح وإيقاف هذا التدهور في العراق أن يأتي إلى الصف الوطني؟ السؤال هو هل هؤلاء في الصف الوطني؟ ما هو المشكلة يا أستاذ ماجد إنه المفاهيم ملتبسة. نعم. يعني خلوا المفاهيم ملتبسة في أذهان الناس في عقولهم. يعني عندما تحدث عن إنه إذا سقط هذا النظام ستأتي فوضى. نعم. هو شنو مفهوم الفوضى؟ نعم. إذا كان الوضع الحالي مو فوضى. فوضى وبالمجهول نروح للمجهول إحنا. والمجهول. إيه. طيب هل العراق الآن هو خارج الفوضى وهو بالمعلوم بالمعلوم مو بالمجهول؟ نعم. ما هي هاي المصيبة، أنت في بلد تعتمد على النفط، ما عندك غير النفط وما عندك غير مورد غير النفط، دعك من السنة والشيعة وكرادة تتركنا من هاي، بس أكو شعب مهما كانت مكوناته يعتمد في عيشته في رزقه في حياته على النفط، تجي موارد نفط من النفط، ما هذا النفط سلعة قابلة تغير السعري في أي لحظة، في أي لحظة ممكن هذا الآن اللي يباع بثمانين دولار ممكن يباع بعشرين دولار وممكن يصير بمئتين دولار ما أعرف، بس أي تغير بالسعر هذا أولا كل السياسة الاقتصادية وبالعراق ماكو سياسة اقتصادية تتدمر، لأن أنت تعتمد على سلعة أنت غير قادر أن تتحكم لا بسعرها ولا حتى بكمية ما تصدره منها ما تبيعه منها. الآن حتى العراق إذا يريد يبيع 5 ملايين برميل يومين يقدر؟ ما يقدر. أكو هناك محددات، أكو هناك أوبك وأوابك وما أعرف منه، والسوق تتقبل لو ما تتقبل، فأنت ما تقدر حتى تزيد تصديره حتى تجيك أموال أكثر. وإذا ردت أن تسوي سعر البرميل بدل 80 تسوي 100 ما تقدر، وإذا رجع لل 30 أو 20 دولار ما تقدر. فأنت في هذه الحالة أنت واضع البلد على كف عفريت مثل ما يقال، في أي لحظة ينهار البلد وأنت غير قادر أن تدفع رواتب للموظفين غير قادر. طيب حتى الديون ما تقدر، إيش قد تستدين من الخارج؟ إذن أنت في حالة من الفوضى. تعريف الفوضى، وهنا أعود مرة أخرى إلى سؤالك، تعريف الوطنية هي هم مفهوم الوطنية عندهم شنو هو؟ هو المفهوم الحقيقي للوطنية عندهم هم يعتبرون نفسهم هم يمثلون يعني يمثلون الوطني يمثلون هذا المفهوم، وهذا غير حقيقي. من يمثل المفهوم الوطني يجب ان تكون عنده سياده ويكون عنده استقلال. يعتبرون انفسهم ديمقراطيين ويعتبرون وطنيين. نعم كل هذه المفاهيم هم يعتبروها، لكن انت ما تضعها على الارض وتضع معاييرها امامك لا تجدها موجوده، لا موجوده على الارض ولا معاييرها متحققه، فبالتالي انت يجب أن يكون عندك بلد مستقل وسيادتك مصانة وجيشك مو طائفي وجيشك مو موزع ولا قواك الأمنية لهذه الجهة وتلك الجهة وحكومتك منبثقة من الشعب والشعب رايدها ويحكمها وهكذا، وعندك بناء وعندك تقدم وما عندك بطالة وما عندك فقر وأموالك تستخدم وما عندك فساد، هذه كلها جزء من معايير.
لذلك احنا في العراق الان كل التقارير الدوليه تظهر العراق شيء مهلهل، شيء غير موجود، مو لا دوله، اعلى الدول بالفساد، اعلى الدول بالخراب، اسوأ عاصمه، اكثر ناس بمخدرات، اكثر بجرائم، اكثر بطلاق. اخر تقرير للعراقيين في المراتب الاولى في التعاسة، في التعاسة، في كل شيء، كل هذا الخراب، فقر، مع انه يقفون على اغنى قطعه ارض بالعالم، فقر غريبه عجيبه. فهذا البلد، هذا الشذوذ العام اللي موجود به، اي فكره موجوده الان مفهومها غير حقيقي ملتبس. فلذلك هم يلعبون على هذه الطريقه، يلعبون على هذه، يتحدثون عن انه الوحده الوطنيه. لاحظ انه كل الحكومات اللي شكلوها حكومه الوحده الوطنيه، اي وحده وطنيه، هم في خصام مع الاكراد ومسبه ومعارك ومذابح وتآمر على بعضهم، هم في مسبه ومعارك بين السنه والشيعة، بين دواخلهم حتى ميليشياتهم تتذابح واحزابهم، لان العمليه السياسيه مصممه بهذا الشكل، انه تنافس وصراعات ويدفع البعض الآخر لكي يكسب مكاسب أكثر، لكي يحصل على مكاسب أكثر. فبالتالي أنت كل هذا يدلل على أنه مجموع يتآمر على المجموع، والكل يتآمر على الكل، ومن يقع ضحية كل هذا التآمر هو الشعب العراقي. نعم، هو العراق. وبالتالي أكو قوى خارجية، من يسمح لإيران مثلا وأمريكا تتحكم بسياساته وتحدد هذا رئيس وزراء وذاك يصير وزير وهذا ما يصير وزير وهذا من الفلان، وهل قد كراسي للسنة وهل قد كراسي للشيعة وهل قد كراسي من يحدد هذا؟ الأجنبي. هل هذا شو يعتبر؟ يعتبره تآمر؟ لا، يعتبره واقع وحقيقي. إذا كانوا يعتبروا تآمر فيجب أن ينقلبوا عليه، غيروا النظام، وإذا غيروا النظام سيسقطونهم. إذا الشعب من طلع ثورة تشرين وطالب بتغيير النظام له حق، هو مو متآمر، ولا أولاد سفارات مثل ما قالوا عنهم، ولا أولاد بعثية، ولا ما أعرف منه، ولا أولاد الرفيقات. هذا الكلام اللي قالوه هذا جزء من، فإذا لعبة التآمر هذه لعبة، يعني هم يعني يلعبونها لأجل مصالحهم، لأجل بقائهم على الكراسي، ويسوقونها. وأكو هناك مع الأسف الشديد شريحة كاملة وكبيرة جدا من الجهلة، من المنتفعين الذين يسوقون هذه الفكرة ويقبلون بها مع الأسف. أستاذ ظافر، اجترار أحاديث المؤامرة الكونية ضد النظام في العراق واستدعاء سردية المؤامرة مع كل حراك أو غضب يعني شعبي، وأنه كما تقول قوى العملية السياسية الآن نحن بصدد أو في طور التصدي لهذه المؤامرة، لذلك أي حديث عن الإصلاح، عن الخدمات، عن هذه الأمراض اللي موجودة في العراق يجب أن يؤجل. الآن اقف، يعني قفوا خلفنا للتصدي للمؤامرة، ثم بعد ذلك نتحدث عن هذه الأمور. تعتقد أن هذا الطرح سينقذ قوى العملية السياسية من المسؤولية الكاملة عما آل عليه، أما آل إليه العراق من هذا الوضع المزري ونقطة الحضيض التي يقبع فيها الآن؟ أستاذ ماجد، إذا ماكو جهة توعي الشعب العراقي تفتح عينه أكيد راح ينجحون. يعني أنا من أسأل أصدقاء وكذا، أقول لهم العراق والعراق شلون والعراق كذا، أقول لي أنت بطران، أقول له ليش؟ يقول لي تعال شوف. أقول له شوف؟ يقول لي الفنادق والمطاعم والمولات. أقول له زين، هاي فلوس المطاعم والفنادق والمولات ومن يملكها مين؟ زين انت عندك مصنع، عندك معمل، اكو ناس دا تشتغل؟ لا ماكو. اي اقول العد منين؟ انت ما تفكر هذا اللي كان البارحه دشداشه مهلله ومهلهله وقاتله الوسخ، واليوم اصبح يمتلك فنادق ومولات ومطاعم، منين جاب هذه البارحة الحكومة يعني وعدت بمحاكمة نور زهير الذي يعني اختلس 12 مليار كما تقول، طبعا المعنى 4 مليار، بس قالوا راح نحاكمه ان شاء الله. اي ان شاء الله بسيطة، بس نوصل يحاكموا سهلة. بالتالي يعني احنا لازم ان يعني لازم اكو هناك جهات تعري هذا المشروع،
تعري. بس خلينا بالسؤال انه انا اخوان احنا عندنا مؤامره كونيه ناجلها، لا صوت يعلو فوق صوت المعركه الان، لا حد يسولف لنا، واحنا ترى ردنا نشتغل بس المتآمرين ما خلونا، واحنا ردنا نخدمكم ونرفهكم تستفيدون من هذه الاموال، بس المتآمرين يتربصون بينا ليل نهار. اي غير باي وسيله اقناع يقولوا لهم؟ اي هم يقولون باي وسيله اقناع غير اكو وسائل اقناع؟ إيه؟ انا اريد حل. يعني هم دا يقولون هذا الحكي، هم دي طبعا دا يمررون هذا الحكي، هم جابوا حكومه السوداني حتى يبيضون نفسه، يبيضون وجوههم، يعني بيبني له كم شارع وحط له جسر او بلط له ما ادري شنو، قال شوف احنا خدمات واعاشه وما ادري شنو اعانات، بالبلد ما قاعد ينبني. هم دا يعرفون شلون يخاطبون العقول هذه. إيه هو يقول لك إحنا مؤامرة كونية. ليش؟ وين هي المؤامرة الكونية؟ إيش؟ أمريكا لا تزال ولحد هذه اللحظة ملتزمة بحماية وبقاء النظام وبقاء هذه الأحزاب في السلطة. لحد أول أمس يمكن سفيرة الولايات المتحدة تقول إحنا ملتزمين يعني بدعم هذه الحكومة وبدعم هذه السياسات. نعم الملف الأمني مو بيد الحكومة العراقية، نعم هذا معروف، لكن البقية أكو دعم إيراني أمريكي لبقاء هذه الحكومة. أمريكا دا تريد عود على أساس يعني دا يرشدون، دا يوضعون أشخاص تحت طائلة العقوبات، بنوك تحت طائلة العقوبات، لكن هل هذه يعني ما هي النتائج؟ هل حققت نتيجة؟ هل قلت أموالهم؟ هل قلت ميليشياتهم؟ هل بنوا؟ هل ساعدوا في بناء؟ احنا نرجع نقول احنا هذه المؤامرة الكونية اللي صارت عليهم ليش؟ هو ليش ضايج؟ لأنه إذا تغير فلوسه راح تروح، هو من يهمه؟ يهمه هذا اللي بالشارع، هو يريده يبقى. أنا أشكرك، شكرا جزيلا، حتى يحطه يمه ويدافع عنه ويموت من أجله. شكرا دكتور رافع. بدقيقتين، القوى الدولية والإقليمية لماذا تريد أن تسقط هذا النظام اللي صممته ورعدته ودعمته؟ يقول الأستاذ ظافر ما زال لحد الآن يحظى بالدعم، ليش يسقطوه؟ لا يسقطونه، ما يسقطوه، لا أبدا الحقيقة. يعني الجماعة يجذبون، هم يريدون ترقيع الوضع لكي تبقى العملية السياسية، يبقى هذا النظام على سدة الحكم، هذا اللي يريدونه. لأنه ما أهدافهم في احتلال العراق وتدمير العراق بهذا الشكل أن يأتون بحكومات تبقي العراق ضعيفا، وهؤلاء خير من يدافع عن هذا الموضوع. وعشرين سنة تثبت وليس المصلحة الإقليم على المجتمع الدولي أن تسقط هذا النظام، خلاص، وهذا يبقى بهذا الوضع ويبقى عليه، لذلك يدافعون عنه، وهذا النموذج الجيد. لذلك أنا قلت وأقولها مرات كثيرة، أقول أن أمريكا لم تفشل في العراق، أمريكا حققت ما أرادته في العراق، لأن النموذج الذي موجود الآن في العراق هذا هو الذي أرادته أمريكا، وجاءت من أجله عبرة الأطلسي، وجاءت بكل جيوشة من أجل هذا، ولا لا أجل ديمقراطية، ولا أجل أسلحة دمار شامل، ولا إزالة الدكتاتورية، هذه كذبة كبيرة. فبالتالي حتى يبقى العراق ضعيف، وهذا ما تحقق. في ختام هذه الحلقة لم يتبقى إلا أن نشكر ضيفيها البعيد والقريب، الأستاذ ظافر الشمري الخبير في مجال مكافحة الإرهاب، وكان معنا من مدينة سيدني عبر سكايب. شكرا جزيلا أستاذ ظافر، وضيفنا في الاستوديو الدكتور رافع الفلاح الكاتب والباحث السياسي. كما أشكركم مشاهدين الكرام، إلى أن نلتقي في الأسبوع القادم في أمان الله.